صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين، ثاني يوم من أيام هذا الأسبوع. نتمنى تكون بداية الأسبوع كانت بداية أسبوع جميلة، وإن شاء الله نكون كلنا استمتعنا بالإجازة الجميلة اللي كانت موجودة الأسبوع اللي فات. نحمد الله طبعا أول شيء على نعمة الأمن والأمان، وجود شيوخنا الكرام اللي هذه النعمة الكبيرة اللي خلتنا نتمتع بكل إجازة تكون موجودة. ترى من غير وجود الأمن والأمان ما نقدر نتمتع لا بصحة ولا بتعليم ولا بالجو اللطيف اللي موجود حاليا في الإمارات. فنحمد الله وشاهد النعمة، وإن شاء الله كل جميعنا استمتعنا بأمان. إجازة كانت فعلا لطيفة وجميلة، شحلنا فيها طاقتنا مرة ثانية، أخذنا فيها قسط من الراحة عشان نرجع نخدم الوطن مرة أخرى، وطننا المعطاء دولة الإمارات العربية المتحدة، من بلدنا المعطاء ومن دبي تحديدا. نصبح عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي طلع عليكم واللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أول شيء وأهم شيء نذكركم أرقام التواصل عشان تتواصلون معنا، تعطونا تطرحونا مثلا موضوع، عندكم اقتراح، عندكم ملاحظة، عندكم موضوع حابين نطرحه في الحلقات الجاية، فالكم طيب وتواصلوا معنا على الأرقام على 600-551-414 والرسائل النصية 4006. اليوم معاي في الإخراج نمر محمد عبده، وفي التنسيق إسراء الهاشمي، يعطيكم ألف عافية. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملة، إن شاء الله بنكون معاكم على مدى تقريبا ساعة على الهواء من الحين لنجرب الساعة 11، نطرح مثل ما تعودتوا خلال برنامج صحة وسعادة مواضيع لتهمكم، مواضيع صحية، مواضيع طبية، أحدث خدمات تقدمها هيئة الصحة بدبي، كل ما يعنيكم عشان نكون جميعا بصحة وسعادة. طبعا برنامج صحة وسعادة مثل ما تعودتوا على فقراتنا يكون عندنا خبر محلي أو خبر عالمي، يكون عندنا شوي من جديد السوشيال ميديا، فقرة تغذية بنتكلم اليوم عن التغذية وسرطان الثدي، بما أن إلى الآن نحن في الشهر الوردي شهر أكتوبر المعني بتوعية النساء بضرورة وقاية أنفسهم من الإصابة بسرطان الثدي. والفقرة الأخيرة إن شاء الله تكون عن موضوع جدا مهم، التأخر النمائي للطفل وكيفية التعرف عليه. نبتدي أول شيء مع الخبر. الخبر يقول اليوم أعراض تؤكد إصابة الطفل بحساسية البيض. قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو أن تناول البيض يسبب استجابة تحسسية لدى بعض الأطفال تتمثل في الطفح الجلدي والحكة، تورم الوجه واحمراره وصعوبات البلع ومشاكل الهضم مثل المغص والإسهال والغثيان والقيء والانتفاخ، هذه الأعراض المعروفة للإصابة بالحساسية. أضافت الجمعية أن في الحالات الشديدة قد يعاني الطفل من مشاكل الدورة الدموية وصعوبات التنفس اللي نسميه الصدمة التحسسية، وطبعا تشكل خطر على الحياة. لتجنب هذه المخاطر الجسيمة أكدت الجمعية الألمانية على أهمية استشارة الطبيب فور ملاحظة أي من الأعراض، سواء الأعراض الخفيفة طبعا اللي هي الإحمرار، الحكة، صعوبة في البلع، أيا كان يجب استشارة الطبيب، واللي بيقوم بإجراء قد يجري بعض تحاليل دم، قد يجري بعض الاختبارات الجلدية لمعرفة هل سبب التحسس هذا من البيض أم لا. وأشارت الجمعية إلى أن العلاج الفعال الوحيد هو الاستغناء التام عن البيض طبعا في حال ثبوت الحساسية، وطبعا المنتجات المحتوية عليه مؤكدة ضرورة استشارة أخصائي التغذية لإيجاد بدائل صحية لمحتويات البيض. طبعا البيض يعتبر صديق الأطفال، يعني صديق الكبار جميعا. أنا عن شخصيا أعشق البيض، أحسه وجبة متكاملة في أقصر وقت ممكن. يعني البيض طبعا إحنا دائما الأمهات دائما نوصيهم أن تحط البيض ضمن الوجبات الرئيسية، يعني وجبات الريوق عند عيالها أو الفطور وحتى ممكن العشاء. ليش؟ لأن البيض يحتوي غني جدا بالفيتامين د اللي يحتاجونه الأطفال لبناء عظام أقوى، بالإضافة أنه غني جدا بالبروتين، يساعد على نمو عضلاتهم، على نمو في دهون مفيدة تساعد على نمو الدماغ. فحد دائما يقول الأمهات احرصوا على تناول البيض، ودائما نشجع الأمهات أنهم يحاولون تقديم البيض بأشكال متنوعة، لا تعطون بس بيض مفور، البيض له وايد أشكال. يعني
يعني أعطيه مرة مسلوق، أعطيه مرة مقلي، أعطيه مرة أومليت، نوعه في البيض. الطفل رح يتقبل البيض أكثر، وتشوفي شو أكثر طريقة الطفل يحبها. البيض جدا مهم، ومثل ما تقول الدراسة، في حال شكيتي إن في رد فعل تحسسي استشيري الطبيب، ما نوقف على طول أي نوع من الأغذية من غير ما نستشير الطبيب، لأنه قد لا تكون الحساسية من البيض، قد يكون بسبب شيء ثاني، لكن تصادف أن الطفل أخذ البيض في الفترة، فدائما وأبدا استشير الطبيب. من الخبر المحلي راح نروح للسوشيال ميديا. اليوم زميلتنا اسم الجراحي ما تقدر تكون معنا، لكن راح أخبركم الجديد السوشيال ميديا والمنشور في حسابات هيئة الصحة بدبي. طبعا أريد نذكركم بأن تم نقل خدمات الطوارئ للأطفال من مستشفى لطيفة ومستشفى دبي إلى مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. هذا كان من تاريخ 20 أكتوبر. ففي حال لا سمح الله احتجتوا أي خدمات طوارئ للأطفال، توجهوا مباشرة إلى مستشفى الجليلة للأطفال، لأن دبي مستشفى دبي مستشفى لطيفة خلاص ما في خدمات طوارئ للأطفال، تم نقلها كلها إلى مستشفى الجليلة. طبعا الهدف من نقل الخدمات إلى مستشفى الجليلة التخصصي أن تكون خدمات الأطفال كلها موجودة في مكان واحد، تسهل على الأهل وتسهل على الأطباء وتسهل على الأطفال أنهم يحصلوا على خدمات تخصصية أكثر في مكان واحد. وطبعا مستشفى لطيفة لا يزال يقدم باقي خدماتها، ومستشفى لطيفة يقدم الدعم للأمهات ويشجعهم على الرضاعة الطبيعية خلال مرحلة ما قبل الولادة وبعد الولادة، ويقدمها عن طريق عيادة الرضاعة الطبيعية اللي موجودة من الأحد للخميس من 8 صباحا إلى 2 مساء. ويمكن حصول على العيادة من خلال متابعة العيادات ما قبل الولادة، بعد الخروج من المستشفى، أو عن طريق مركز الاتصال. وأكيد يعني واضح من صوتي أن أنا مزجمة، يعني فنشجع الجميع أن يأخذوا تطعيم من الإنفلونزا، لأن صحيح أن يعني الفترة اللي طافت كان تركيزنا جدا على تطعيم الكوفيد 19، سواء أي تطعيم تأخذون. أنا دائما كنت من البداية كنت أقول إلى الآن خذوا أي تطعيم متوفر عندكم، أو يعني تقدروا تحصلونه على موعد أقرب، لأن التطعيم هو الأساس، الطعم وخذ التطعيم. فانشغلنا شوي تطعيم الكوفيد، والحين بدأ موسم الإنفلونزا، تطعيم الإنفلونزا متوفر في عيادات هيئة الصحة بدبي، فأنا أشجع الجميع لأنه من تطعيم الإنفلونزا نقول لا خلاص دام خذنا تطعيم الكوفيد يعني أمورنا تمام، لا، يجب أن تأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية. أنا إن شاء الله بنفسي بأخذ إن شاء الله يوم الخميس بعد ما تكون تحسنت شوية. طبعا إذا حجزتم موعد تطعيم أي تطعيم إنفلونزا للكوفيد 19 وكانت عندكم أعراض حتى لو شوي خفيف، يعني عندكم كحة، احتقان، ألم في الجسم، حرارة خفيفة، نحن نفضل أنكم تأجلون موعد التطعيم لسبب جدا بسيط، لأن التطعيم أصلا يسبب بعض الأعراض. يعني اللي خذوا تطعيم الإنفلونزا أو تطعيم الكوفيد 19 لاحظوا أن فيها أعراض خفيفة، يعني طبعا تتراوح من شخص إلى آخر، قد بعض الناس قد شعروا فقط بألم في الجسم، البعض بس حرارة بسيطة، البعض أشعر بأعراض الإنفلونزا بشكل عام، يعني حسوا بالأعراض. فأنا عن شخصية ما أخذ تطعيم الإنفلونزا، تيني أعراض الإنفلونزا أول يوم أحس إن شوي تعبانة أكون، فيفضل ما ناخذ التطعيم لما تكون تحسوا عمركم تعبانين، عشان مو الشيء بس عشان ما نتعب اكثر، فاجلوا التطعيم الى انكم تحسونكم افضل وصحتكم احسن، بعدين ناخذ التطعيم على الراحه. لكن الجميع ياخذ تطعيم الانفلونزا، تطعيم الانفلونزا من عمر 6 أشهر، معنا خذوا حقكم، حق اياكم، حق الكبار في السن، جميعنا ناخذ تطعيم. احجزوا موعد عن طريق مركز الاتصال في المركز الصحي اللي انتم تابعين له، او لا تفضلون تزورونا واحصلوا على تطعيم الانفلونزا. الحين هنطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل بيكون عندنا إن شاء الله موضوع التغذية، وموضوع التغذية وسرطان الثدي، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل أن فقرة التغذية اليوم تتكلم عن التغذية وسرطان الثدي، لأن طبعا التغذية السليمة تعتبر من عوامل مهمة لتلعب دور كبير في الوقاية من الأمراض المختلفة، أو في تقليل خطر الإصابة بأمراض معينة، أو حتى في تقليل
تقليل تدهور الأمراض أو أن يتطور المرض بفضل التغذية ونمط الحياة الصحي. بخصوص هذا الموضوع وارتباط التغذية بسرطان الثدي والعلاقة بينهم، يسعدنا نستضيف عن طريق الهاتف الأستاذة فاطمة الدرويش، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة بعد مو جاهزة، ما في مشكلة، رح نتكلم شوية عن طبعا شهر أكتوبر شهر الوقاية من سرطان الثدي، وحنشجع جميع النساء إنها تقوم بالفحص المبكر لسرطان الثدي من عمر 40 سنة حسب الحالة بواسطة أشعة الماموغرام، وذلك الكشف المبكر. الكشف المبكر يؤدي الوقاية، يؤدي إلى العلاج 90% من حالات إصابة بسرطان الثدي. الأستاذة فاطمة معنا؟ معك فاطمة. صباح الخير. أهلا، صباح النور وحياك الله في صحة وسعادة. طبعا أستاذة فاطمة، مثل ما تعرفين شهر أكتوبر هو الشهر الوردي للتوعية بأهمية الوقاية من سرطان الثدي. فنقول أول شيء شو العلاقة بين التغذية، يعني كثير من الناس ممكن تقول شو يخص أكلي في إصابتي أو عدم إصابتي بسرطان الثدي، فشو العلاقة بينهم؟ هو صح، يعني نحن بعد الأبحاث والدراسات اللي صارت، يعني ما في أكل ممكن إنه يشفي من السرطان أو أكل إنه يعالج السرطان، لكن أكيد في نظام غذائي ممكن إنه يأثر أثره يكون على جسمنا، بنشوف هالشيء. يعني التغذية السليمة هي أساس الجسم السليم، فهي تمد الجسم، طبعا التغذية بتمد الجسم بالطاقة، الفيتامينات، المعادن. الواحد يكون لجسمه مناعة، يعطي جسمه فيتامينات، معادن، ممكن انها تحارب الامراض، تحارب المسرطنات اللي حوالينا في الجو، يعني تحارب المرض نفسه. لكن ما نقدر نقول ان الاكل او الغذاء راح يعني يشفي او يعالج. فطبعا في علاقه بتكون يعني بين الغذاء اللي نحن ناكله، النشاط البدني اللي نحن نسويه، في الوزن الصحي اللي نحاول ان نحن نحافظ عليه، هذا كله يساعد على المحافظه على صحه الجسم، يساعد الجسم انه يقوي من المناعة ويحارب يعني أنواع الأمراض، يعني شتى أنواع الأمراض ومنها السرطان. أكيد. فالغذاء الصحي يوم نتكلم عنه نحن نقصد الأكل المتنوع، الأكل الطبيعي، نبتعد عن الأكلات الجاهزة، الوجبات السريعة، أكلنا يكون كل ما كان ملون أكثر، كل ما كان أعلى بالفيتامينات، أعلى بالفيتامينات، المعادن، يعني مثل الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، يعني كل ما نوعنا كل ما كان أكلنا صحي أكثر، وكل ما نحن سوينا نشاط بدني أكثر كل ما الجسم صار أقوى إنه يواجه كل المسرطنات أو كل هاي المواد اللي ممكن إنها تأذي الجسم. صحيح. بما تكلمنا عن الخضروات والفواكه والألياف بشكل عام، شو أهمية الفواكه والخضروات والألياف في تعزيز نظامنا أو جهازنا المناعي بشكل عام؟ الخضروات والفواكه يعني يوم نشوفهم نشوف فيهم ألوان مختلفة. هاي الألوان كلها عبارة عن مواد غذائية، يعني يسمونهم phytochemicals. هذه كلهم تقوي من المناعة. هاي كلها فيها مضادات أكسدة ومضادات التهابات ومضادات للسرطان. كل هاي المواد الغذائية تساعد الجسم إنه مثل ما قلنا يحارب أو يشكل يعني نوع من المناعة. صح. فمن المهم إنه أكلنا يكون متوازن من هذه الناحية، إنه يكون متوازن ويحتوي على الأقل يعني على نصف الوجبة من هاي المواد الغذائية. فنحن دائما ننصح الناس سواء يعني لمكافحة مثلا السرطان أو غيره، أن دائما هالمواد الغذائية تكون جزء أساسي من نظامهم الغذائي. ممتاز. بعد في مجال الخضروات والفواكه، الأشياء مثل ما قلنا الطازجة أنت ذكرتيها أستاذة فاطمة، هل ممكن القول أن تناول أطعمة المعاد تصنيعها بكثرة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي؟
هو أكثر الأنواع الأكل اللي بعد هالدراسات يعني لها علاقة بالسرطان بشكل خاص هي اللحوم المكررة اللي هي مصنعة. نعم. اللي تكون مثل البيبروني، السلامي، السنقانق، هذه اللحوم المكررة أكثر الدراسات، يعني إذا نحن نقدر نقول إن الدراسات صارت عشان نشوف العلاقة بين الأكل والسرطان، أكثر شيء يعني شافوه وأكدوا عليه هو هذه. أكثر الدراسات تدل أن هاي المواد الغذائية يعني بتكون لها علاقة بالسرطان أو تزيد احتمال الإصابة بالسرطان فيها في هذه الأكلات المصنعة. فوايد مهم أن نحن نبتعد أو نتجنب تناول هذه الأكلات المصنعة والمكررة. ممتاز. خصوصا اللحوم، خصوصا اللحوم المعاد تصنيعها. أيوة بالضبط. فنقول أستاذة فاطمة، هل هناك علاقة بين السمنة وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي؟ هو بشكل عام السمنة لها أضرار على السرطان، لكن مش بالأخص سرطان الثدي، ولكن الدراسات يعني شافت فيه علاقة بين زيادة الوزن عند الأشخاص البالغين وزيادة خطر بالسرطان. شو النصيحة تعطينها لمريضات إذا في وحدة لا سمح الله تم تشخيصها بسرطان الثدي، في بخصوص أهمية المتابعة مع أخصائية التغذية بعد التشخيص؟ أن العلاج ليس فقط عبارة عن مثلا كيماوي أو أشعة أو جراحة أيا كان، لكن هناك أيضا جانب للتغذية في عملية التعافي ما بعد التشخيص. فشو النصيحة تعطين النساء بعد ما بعد التشخيص بسرطان الثدي؟ صح، مثل ما قلتي، سواء يعني اي نوع من انواع العلاج اتجهت للمريضة، لا تنسى انها تركز ان اكلها يكون يعني صحي. يعني مع انواع العلاجات المختلفة ممكن الشهية تقل عند المرضى. صحيح. فنحن دائما ننصح ان يركزون على تناول غذاء صحي متكامل، يتجهون للاكلات اللي بتعزز من مناعتها، من مناعة المريضة نفسها. نعم. تتناول، تشرب ماء، يعني شرب الماء، تأكد أن جسمها مرتوي عدل خلال اليوم. تتناول الخضروات، الفاكهة بشتى الأنواع، الحبوب الكاملة، وتأخذ سعرات حرارية يعني مناسبة لها، لأن حتى احتياجاتهم من السعرات الحرارية والبروتينات راح تزيد طبعا بعد ما الواحد يعني يعرف انه جسمه ياس يحارب يعني نوع يعني هذا المرض، او انه هو قاعد يعني يتعالج منه. فكل هاي تزيد من احتياجاتهم للتغذية. فنحاول دائما نختار الاتجاه الصحيح من هذه الناحية، من التغذية الصحيحة السليمة، الأكل النظيف، نبتعد عن الأكلات المصنعة والفاست فود وهالأشياء. أكيد. شكرا لك أستاذة فاطمة الدرويش، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بالبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص التغذية وسرطان الثدي. شكرا لك، نهارك سعيد. مشكورة، مع السلامة. مع السلامة. طبعا مثل ما تفضلت أستاذة فاطمة أخصائية التغذية، أن هناك علاقة مباشرة، أو خلينا نقول مباشرة وغير مباشرة، ما بين التغذية مو بس سرطان الثدي مثل ما تفضلت وقالت، كل الأمراض، لأن أي شيء يدخل جسمنا فالجسمنا يتعامل معه بطريقة معينة. دائما نحاول ندخل المواد الطازجة في أكلنا بشكل أكثر، ونقلل المواد المعاد تصنيعها، خصوصا اللحوم المعاد تصنيعها. وللأسف صار كثير من الناس يعتبر اللحوم معاد تصنيعها يعني خيار سهل، يتم في الثلاجة فترة طويلة، جاهز أي وقت يبون يأكلونه. لكن الحقيقة أن كثير من الدراسات أثبتت أن اللحوم المعاد تصنيعها مرتبطة ارتباط مباشر بالإصابة بالسكري، بالضغط، ببعض أمراض السرطانات. اللي بيسأل شو يعني اللحوم معاد تصنيع، دكتورة، مثل ما تفضلت أستاذة فاطمة، مثل النقانق، مثل اللانشن، كل اللحوم المبردة، هاي لحوم معاد تصنيعها، تحتوي على نسبة عالية جدا من الدهون المشبعة. فيفضل دائما ناخذ الأشياء اللي تكون طازجة أكثر. ممكن بدل ما ناخذ لحوم معاد تصنيعها، ممكن ناخذ صدر الديك الرومي، جدا جميل وجدا مفيد وفيه دهون وايد أقل، ويتم في الثلاجة فترة شوي طويلة. نعرف أن أحيانا واحد يكون مستعجل مع نمط الحياة والدوام والمدارس، يبون شيء سريع. نحاول قدر الإمكان أن احنا نرتب لوجباتنا بحيث نقلل تناول وجبات معاد تصنيعها ونكثر المواد الطازجة. والنصيحة في ظل يعني المرضى اللي احنا نشوفهم، صارت السلطة شيء مثل يعني مثل يقولون يعني هذا
اكسسوار استوى للطاولة، يعني إذا في مجال بيأكلونه، إذا وايد ما في مجال ما رح يأكلونه. صار الناس بشكل عام ما تتناول سلطة في البيت. نصيحة دائما أنا اتبعت النصيحة، شفت أنها جدا مفيدة وتساعد على تناول السلطة كل يوم. دائما تجيبون الخضروات من الخارج، احرصوا أنكم تغسلون الخضروات وتحفظونها بالطريقة السليمة في الثلاجة. اكتشفت أن سبب كسلنا في النواحي في وقت، يعني في وايد من الأوقات اللي نسوي السلطة، يعني تعي طلعي وغسلي ونشفي، اغسلوا الخضروات أو ما تجيبونها. لو فتحتوا اليوتيوب بتلاقون في وايد طرق لحفظ الخضروات بطريقة جدا طويلة، يعني بحيث أنها تتم عندكم على الأقل أسبوع. فأنتوا كل سبت أو كل جمعة هاتوا الخضرة الفرش واغسلوها، خلوها نظيفة في الثلاجة، وايد يقلل علينا فترة تحضير السلطة. فيكون دائما السلطة موجودة عندنا بشكل دائم، يعني على متناول إيدنا، ما في شغل وايد، بس اللهم التقطيع. وفي خضروات ما تحتاج تقطيع كثير، يعني هاتوا الخس اغسلوه خلوه مقصص في الثلاجة. الجزر يتحمل جدا يتم مقصص في الثلاجة. الكرافس يتحمل يتم مقصص في الثلاجة فترة طويلة. بعض الخضروات فقط مثل الخيار والطماطم قد لا تتحمل، لكن بشكل عام الخضروات الملفوف وغيرها يتم فترة طويلة في الثلاجة حتى هو مقصص، إذا حفظتوا عليه بالطريقة الصحيحة. هذا يقلل الوقت المستغرق لإعداد السلطة. ونصيحة أخيرة، لا تعصرون الليمون وتحطونه في الثلاجة وتأكلونه باكر أو ورا باكر، تكونون فقدتوا الفيتامين سي. وإحنا لا منقول عن السلطة لا نقصد فقط الألياف، لكن حتى الفيتامين سي. فيتامين سي أحد الفيتامينات الأساسية لوقاية الجسم من المواد المؤكسدة. فالليمون دائما ينقص الوقت اللي تبون تأكلون فيه السلطة، لأن الفيتامين سي يعتبر من فيتامينات الطيارة، يعني من تقصون تحطون في الثلاجة خلاص يتطاير، بس يكون عصير الليمون بطعم الليمون فقط، لكن ما في فيتامين سي. وإحنا نبغى نستفيد استفادة كاملة من السلطة، فدائما الليمون ينقص حزة ما تبون تاكلون السلطة. ونعرف السلطة ما شاء الله ما شاء الله الخير وايد، والخضرة ما شاء الله مشكلة في السوق، يعني لو رحتوا أي قسم خضروات بتلاقون أشكال وألوان وأنواع. الخس روح يمكن فيه 10 أنواع، الملفوف 3-4 أنواع، يعني لو تشوفون أنواع الخضروات الموجودة على الرف بتحسون كل يوم ممكن تسوون صنف سلطة مختلف عن اليوم اللي قبل عشان ما تملون. وممكن تحولون السلطة لطبق رئيسي، مثلا السلطة نضيف لها بروتينات، نضيف لها عدس، يضيفون لها فاصوليا، يضيفون لها دياي، يضيفون لها تونة، يسوي طبق متكامل. في نفس الوقت قللون استهلاك الكربوهيدرات وتحصلون على طبق متكامل وما يكون ملل، ما يكون نفس الأكل كل يوم. ممكن تضيفون لها بعض المعكرونة، تسوي سلطة معكرونة. فالسلطة عامل رئيسي جدا نتناوله بشكل يومي، تعطينا جهاز هضمي سعيد، يكون جهازكم الهضمي سعيد جدا لما تاكلون سلطه كل يوم مع شويه زيت زيتون وشويه عصير ليمون، لان هضمكم يكون جيد وجهازكم الهضمي ما يعاني في هضم الاكل بسبب قله الالياف والسوائل. وغير شيء يعطينا بشره احلى، يعطينا شعر اجمل، يعطينا صحه افضل، حتى عيونه تكون براقه اكثر من تناول الخضروات الطازجه. طبعا ما ننسى الفواكه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اريد اقول خير وايد. الفواكه ما شاء الله انواع وأشكال، لو كل يوم قررنا نتناول نوع من الفواكه يمكن بقى أسبوعين ثلاثة لما نخلص أنواع الفواكه الموجودة في السوق. تناول فواكه بشكل يومي. الفواكه ما أنصح نقصصها من قبل، لأن الفواكه كثير من يحتوي على الفيتامين سي، وفيتامين سي رح يتطاير. فالفواكه فحزتها أكلوها، وكلوها مع القشر عشان نستفيد من الألياف اللي موجودة في الفواكه. إحنا هنطلع إن شاء الله الحين فاصل، وبعد الفاصل جميع الأمهات اللي يسمعونا خلوكم معنا لا تروحون بعيد، رح نتكلم عن التأخر النمائي للطفل وكيفية التعرف عليه، وهذه النقطة المهمة. نحن نشوف كثير من الأمهات في العيادات تينا تحس تقول أنا أحس أن ولدي متأخر في الكلام، في المشي، ما تعرف شو الأعراض أو كيف تتعرف هل هو فعلا تأخر حقيقي ولا هذا شيء طبيعي للطفل. فابقوا معانا إن شاء الله بيكون عندنا الدكتورة أسماء شريف الأميري، طبيب أخصائي بهيئة الصحة بدبي، بتكلمنا عن هذا. إذا عندكم أي سؤال طرشونا على 600 تواصلوا معنا 600-551-414 أو طرشونا رسالة على 4006. إلى الفاصل. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. مثل ما قلنا قبل الفاصل أن هالفقرة بتكون عن التأخر النمائي للطفل وكيفية التعرف عليه. طبعا لأن الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال يشكل أهمية بالغة لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة لمحتاجها من المرضى في الوقت المناسب، تفاديا للمضاعفات السلبية
في المراحل اللاحقة من العمر. نتكلم عن هالموضوع وكيفية التعرف على التأخر النمائي لدى الأطفال. يصيرنا يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة أسماء شريف الأميري، طبيب أخصائي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة أسماء. صباح النور والسرور. أهلا فيك، حياة الله بصحة وسعادة. أهلا دكتورة أسماء. قبل ما ندخل في التعرف على التأخر النمائي، أو شي نقول ما هو مفهوم شو يعني التأخر النمائي؟ طيب، أول شيء نحن لازم نعرفه أن كل طفل عندنا ينمو بوتيرة خاصة فيه. يعني كل طفل يبتدي مثلا يتكلم في عمر معين، يبتدي يمشي في عمر معين، يبتدي يعتمد على نفسه بطريقة أنه يأكل بنفسه، يلبس بنفسه في عمر معين. وطبعا كله أحيانا يكون في نطاق الطبيعي، والنطاق الطبيعي واسع جدا. والطفل طبعا يوم بيوم يبتدي يكتسب مهارات مختلفة وفي مجالات عديدة، مثال عليها مجال الحركة، مجال اللغة والتواصل مع الغير، المجال العاطفي. إذا الطفل تأخر في أحد من هاي المجالات، أو طبعا في أكثر من مجال واحد أو في المجالات كلها، نبتدي نقول إن هذا الطفل عنده تأخر نمائي، بحيث إنه هو تأخر عن بقية الأطفال اللي في عمره، تأخر خارج عن النطاق الطبيعي. ممتاز. فشو هي المؤشرات أو الأعراض اللي لازم الأم يعني تشوفها على الطفل عشان تتوقع إنه ممكن الطفل يكون عنده تأخر نمائي؟ إنزين، نحن نفس ما قلنا قبل إن التأخر النمائي ممكن إنه يكون هو في مجال واحد من المجالات، أو إنه يكون في أكثر من مجال واحد. إذا أخذنا مثلاً مجال الحركة، فالطفل نحن دائماً عندنا يبتدي يرفع رأسه على عمر 3 شهور، يبتدي يقعد على عمر 7 شهور، يبتدي يجلس بدون الحاجة لمساعدة على عمر 9 شهور. إذا الطفل تأخر في هاي الأمور، يعني الطفل وصل عمره 9 شهور لكن هو بعده مو قادر يقعد بدون مساعدة، نحن لازم نساعده بحيث يكون قادر إنه يأخذ وضعية الجلوس. الطفل وصل عمره 3 شهور لكنه غير قادر إنه يرفع رأسه أو يتحكم في رأسه. ممكن الطفل يوصل عمر السنة لكنه بعده مو قادر إنه يوقف بنفسه. نحن عندنا الأطفال على عمر السنة يبتدون يتعلقون في الأشياء، في الطاولة أو في الكرسي، ويبتدون يوقفون. إذا هو ما قدر يسوي الشيء هذا على عمر السنة نعتبره متأخر في الحركة. إذا ما قدر يمشي على عمر السنة أو يحاول على عمر السنة ونص، نقول إنه عنده تأخر نمائي في الحركة. على عمر السنتين الطفل يبتدي يصعد السلم وينزل من السلم، طبعا مع وجود مساعدة. إذا الطفل وصل عمره 3 سنوات وما قدر يصعد السلم أو ينزل منه بدون مساعدة، ما كان قادر على أنه يجري أو يقفز بدون مساعدة، نقدر نقول أن الطفل هذا عنده تأخر في الحركة. طبعاً هنا نحن ناقشنا جانب واحد من تطور الطفل اللي هو التطور الحركي. عندنا أيضاً تطورات ثانية، مثال عليها الكلام والتواصل. فعندنا الطفل يبتدي يصدر أصوات بحيث أنه يحتاج لفت الانتباه أو يحتاج يتواصل مع الغير، فيصدر أصوات لو أنها أصوات غير مفهومة لكن يعتبر شيء طبيعي للطفل. فإذا الطفل وصل عمره 6 شهور وما كان قادر على إصدار أصوات غير مفهومة، معناته عنده تأخر في الكلام وفي التواصل. إذا كان الطفل وصل عمر السنة وما قدر أنه يقول كلمة أو كلمتين مفهومتين ولهم معنى، نقول إنه عنده تأخر في الكلام. إذا الطفل وصل عمر السنتين وما كان يقدر يركب جملة من كلمتين، نقول إنه عنده تأخر في الكلام. إذا الطفل وصل عمر 3 سنوات وما قدر يتكلم بوضوح يقول لنا عن حاجاته وطلباته باستخدام كلمات واضحة ومفهومة، أيضا نقول إن الطفل هذا عنده تأخر نمائي في جانب أو في مجال الكلام والتواصل. نعم دكتورة أسماء، قد تسأل بعض الأمهات شو أسباب التأخر النمائي عند الأطفال؟ هل هو وراثة؟ هل بسبب شيء سوته الأم خلال حملها؟ بسبب التغذية؟ شو الأسباب الشائعة للتأخر النمائي عند الأطفال؟ طيب، التأخر النمائي له يعني الأسباب جدا شائعة، وبين أسباب بسيطة جدا لأسباب كبيرة. مثال عليها ممكن الطفل يعاني من شلل دماغي أو نقص الأكسجين حدث في الولادة فسبب أن الطفل يتأخر في النمو عن بقية الأطفال في عمره. ممكن أنه يكون إعاقة، عنده إعاقة بصرية أو سمعية. ممكن أنه يكون عنده صعوبات في التعلم. ممكن أنه يكون عنده طيف التوحد، وفي حالة طيف التوحد يكون الطفل متأخر عن أقرانه من ناحية المجال الاجتماعي. ونحن ننبه وايد على هالنقطة،
بالذات إن مع العزل الاجتماعي اللي كان موجود في طبعا جائحة كورونا، بدأ الناس ينعزلون عن غيرهم، كان هناك قلة في اختلاط الأطفال مع غيرهم، الأطفال ما كانوا يشاركون البعض في اللعب، ما كانوا يروحون للحضانة أو للمدارس، فبدأ عندهم تأخر في التواصل الاجتماعي. ونقدر أن نحن نميزه بحيث أن الطفل يوصل لعمر السنة وهو ما يلاحظ أنه في وجود أشخاص غرباء أو أشخاص جدد حوالينا، وممكن الطفل يوصل عمر سنة ونص لكنه ما يعير انتباه لوجود أطفال وما يشارك الأطفال اللعب، أو ممكن أنه يوصل عمر السنتين وما يقدر يشارك في اللعب اللي فيه أخذ وعطاء، يعني إن أنا أفر الكرة لشخص يرجع يفر لي الكرة مرة ثانية، فما يشارك في هاي الألعاب. هاي كلها من التأخر الاجتماعي اللي لابد أن الأهل يعيرونه انتباه، بالذات في وقتنا هذا، وممكن أنه يكون سببه اللي هو طيف التوحد أو مشاكل في التواصل الاجتماعي مع الغير. جميل. دكتورة أسماء، شو البرامج والخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي للكشف عن التأخر النمائي لدى الأطفال؟ إحنا أول شيء نقول إن أول الخطوة للكشف عن أي تأخر نمائي للأطفال اللي هي الزيارات المنتظمة للتطعيم. نحن في كل تطعيم أو موعد تطعيم يكون فيها الطفل من عمر الشهرين، طبعاً نحن نشوف الطفل من عمره شهرين وبعدها 4 شهور وبعدها 6 شهور للتطعيم. الموعد هذا ما يكون مجرد تطعيم، نحن نقوم بفحص الطفل ونقوم بتقييم الطفل من ناحية النمو في جميع المجالات، وإذا لاحظنا أن عنده أي تأخر في النمو نقوم بإعطاء موعد للأم أو نقوم بالتدخل المبكر من ناحية علاج طبيعي أو علاج نطق أو من ناحية حتى أحياناً فقط مجرد التوجيهات والإرشادات للأهالي ممكن أنه يساعد الطفل أنه يتطور ويكون مواكب للأطفال اللي في عمره. فهي عندنا أهم الأشياء اللي تكون فيها هيئة الصحة في دبي، بأنها هي تقوم بتقييم النمو الطفل في كل موعد من مواعيد التطعيم ابتداء من عمر الشهرين لين عمر 5 سنوات. النقطة الثانية، التطبيق المهم جدا اللي وفرته هيئة الصحة في دبي اللي هو تطبيق براعم. التطبيق هذا نقدر أن نحن ندخله عن طريق تطبيق هيئة الصحة في دبي، ومتوفر للناس جميعا حتى للأشخاص اللي ما عندهم ملف طبي في هيئة الصحة في دبي، بإمكانهم أنهم يدخلون ويعبون بيانات الطفل. البيانات هاي نحن قلنا أن صعب على الأهل يكتشفون إذا كان في تأخر نمائي في الطفل لأن المجالات جدا عديدة، وبالذات إذا كان أول طفل للأم ممكن أن هي ما تلاحظ أن الطفل عنده تأخر في مجال أو أكثر من مجال في مجالات النمو للطفل، فممكن إن هي تدخل التطبيق هذا تدخل عمر الطفل ويبتدي استبيان عندها. في حالة إن الاستبيان بين وجود أي تأخر نمائي في الطفل، إذا كان طبعا الطفل مسجل في هيئة الصحة في دبي وعنده ملف طبي يقوم بإرسال مثل النوتيفيكيشن أو التنبيه للطبيب بحيث يقوم بالتواصل مع الأهل وتقييم الطفل من حيث استشارة طبية كاملة للطفل. إذا كان الطفل لا يملك أي ملف طبي يقوم بإرسال رسالة للأم بأن الطفل محتاج لتقييم طبي فلا بد له لأخذ موعد مع الطبيب للاستشارة. فطبعا نحن نعتز بالتطبيق هذا لأنه دائما نفس ما حضرتك تفضلتي في البداية، أن إذا نحن اكتشفنا الأمر هذا قبل عمر 5 سنوات ودخلنا تدخل مبكر النتائج تكون كبيرة جدا وملحوظة جدا، بحيث أن الطفل هذا يواكب الأطفال الثانيين في عمره من ناحية التطور في جميع المجالات. ممتاز. دكتورة أسماء، شو النصيحة توجهينها للوالدين فيما يتعلق بأهمية مراقبة ومتابعة الطفل في المراحل العمرية الأولى من حياته؟ طيب نحن أول شيء نقول للأم إذا كان عندها أي مخاوف ما تتردد أبداً بأن هي تتوجه لي، عندنا نحن أطباء الأسرة دائماً مستعدين أنهم يناقشون أي مشاكل أو أي مو بس مشاكل، إذا الأم كانت بس عندها شكوك أن الطفل هذا ممكن يكون متأخر ما تتردد أبداً بأن هي تستشير طبيب الأسرة لمعرفة الشكوك وتقييم كامل من حيث استشارة وفحص سريري ومعلومات كاملة. الشيء الثاني طبعا الالتزام بالمواعيد جدا مهم اللي هي مواعيد التطعيمات، وإذا الطبيب نصحها في موعد من مواعيد التطعيمات بأنها هي تقوم بمواعيد أخرى لمراقبة التطور النمائي لابد لها من الالتزام. طبعا وأخيرا نصحهم أنهم يقومون بتنزيل تطبيق هيئة الصحة
ودخول تطبيق براعم وتعبئة الاستبيان، وتأكد أن أطفالهم في معدل النمو الطبيعي مع الأطفال الآخرين في عمرهم. ممتاز، شكرا للدكتورة أسماء شريف الأميري، طبيب أخصائي بهيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص التأخر النمائي للطفل وكيفية التعرف عليه. شكرا لك، نهارك سعيد. طبعا مثل ما قالت دكتورة أسماء بخصوص التعرف على التأخر النمائي عند الأطفال، احنا دائما نشجع الأمهات إذا حسيتي بأي مشكلة في طفلك، انت بس مجرد شك، انت شاكه انه هل ممكن يكون طفلي متاخر نمائيا ولا هل هذا هو التطور الطبيعي لطفلي، ممكن تاخذين طفلك لرؤيه طبيب الاسره. وطبعا مثل ما تفضلت دكتوره اسماء، تنزلون تطبيق مراعم تحطين فيه عمر الطفل، يطلع لك استبيان معين تجاوبين عليه، يساعد الام فانها تطمن بشكل جزئي هل طفلها فعلا متاخر ولا هل هو شيء طبيعي وهو ضمن الفترة المسموح بها مثل ما نقول للتطور. لأن مثل ما قال دكتورة أسماء، ترى كل طفل يختلف عن الطفل الثاني، كل طفل يتطور حسب أجندته الخاصة، مو شرط أنه والله أنا ولدي الأول مثلا كان يمشي أو بدأ يوقف أو هذا العمر 9 شهور، معنى لا الثاني لازم، قد يتأخر الطفل شوي وفيها ما شاء الله يتجدمون. فأريد أقول أمهات، نزلوا تطبيق براعم، وفي حال وجود أي سؤال أي شك، حابة تطمنين حابة تشيكين، تتوجهين لرؤية طبيب الأسرة، واللي أكيد اللي بيعطيك النصيحة، وإذا هو بدوره شك في الموضوع أو يحس أنه نحتاج يعني متابعة أكثر، تحاليل معينة أو رؤية أخصائي، راح يحولها على طبيب الأطفال. كان نتكلم في بداية البرنامج عن البيض وحساسية البيض، راح نستغل الفرصة أني يعني أذكر الناس بأفضل الأطعمة في الإفطار وأهمية وجبة الإفطار. يعني إلى الآن للأسف كثير من الناس تعتبر وجبة الإفطار يعني وجبة مش مهمة، وايد دائما مستعينين الصبح وخلينا نسير المدرسة. واللي يشتكون دائما، في وايد من أهلي يشتكون، يقول دكتور عيالنا ما يتريقون. أنا أول سؤال، أنتوا تتريقون الصبح؟ كأبو أم يقولش لا ما نتريق، فطبيعي الأطفال ما راح يتريقون. إحنا نعود عيالنا بأن نسوي الشيء بالكلام، ما ينفع يعني أقول تريق 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 وأنا ما أتريق، ما راح يتريق الطفل. عودوا عيالكم إنكم تتريقون الصبح. وطبعا لما نقول نتريق الصبح يعني مو مثل طاولة المسلسلات، يعني من هي لهناك 10 أصناف واللبنة وزيتوني، يعني حتى لو رقبة لو سندويتشة غلاس شاي، سندويتشة وكوب حليب الصبح، الطفل يتعود أن أمي وأبوي يتريقون الصبح فياخذها كعادة. وأنا نصيحتي كأم، لا تسألون تبى تتريق أو لا، حط الأكل قدامه. أنا تعلمت الياهل يوم تعرضين عليه بيقولش لا أنا مو بيوعان ما باكل، بس ما تحطين قدامه سبحان الله ينشغل وياكل. وشجعي مثلا حتى لو شفتي ما خلص أكله سندويشة أو شيء، قولي ماما شلة معك السيارة، بس أنا مو بيوعان، بس شلة معك السيارة، تلاقيه في الدرب مع السوالف ينشغل ويتريق. لكن مهم جدا يا جماعة أن عيالنا يتريقون الصبح. ترى عيالنا لما يروحون المدرسة، يعني حتى طبعا المدارس اللي فيها الطفل قد يتم للساعة 9-9:30 من غير أكل، من غير ولا شيء، لكن هو عنده حصص، يعني يروح طابور المدرسة، مع في بعض المدارس عندهم أولى، بعدين يحضر أول حصة، بعدين يحضر ثاني حصة، إنزين وين يجيب الطاقة عشان يستوعب في هالحصتين إذا هو مو متريق الصبح؟ فضروري جدا. وطبعا أحد أفضل الأطعمة ملك الإفطار، أنا أسميه البيض. البيض هو ملك الأطعمة في الريوق. ليش؟ لأن طبعا غني بالعناصر الغذائية، كل بيضة تحتوي على 70 سعرة حرارية فقط، وغني بالفيتامينات والمعادن اللي تقوي الخلايا والدهون الجيدة. قلت لكم هالكلام ساعة، لأن البيض سبحان الله كل حد يحبه، كل الأهالي يحبونه، وممكن تقدميه بأكثر من طريقة وغير شيء سريع. بالإضافة طبعا البيض يحتوي على 6 غرامات من البروتين اللي يعمل على إصلاح العضلات، مع عدم وجود أي سكر، ما في كربوهيدرات، بالتالي يعتبر خيار ذكي اللي يبي ينزلون وزنهم. وطبعا البيض يساعد على تعزيز الشبع، لما ناكل بيضة لأنها غنية بالفيتامينات نكون شبعانين فترة شوي طويلة، حيث تظهر البيانات أن الشعور بالشبع والامتلاء بعد تناول الفطور يحتوي على البيض أعلى بكثير لو تريقنا من غير بيض. طبعا إلا لو تريقنا فول عادي للعشاء نكون شبعانين ما نحس باليوع. ففي دراسة أسترالية، اسمعوا اللي يبون ينزلون وزنهم، دراسة أسترالية شو تقول؟ سووها في عام 2020، عطوا بعض الأشخاص اللي يعانون من السمنة وعطوا جزء منهم وجبتين إفطار،
يعني عطوهم إما بيض وخبز محمص، وعطوا الجزء الثاني حبوب مع حليب وعصير برتقال على مدى يومين مفصولين في الأسبوع. فجزء عطوهم بيض وجزء ثاني لعطوهم حبوب الإفطار مع حليب وعصير. اكتشف الباحثون عندما تناول المشاركون وجبة الإفطار بالبيض استهلكوا 300 سعرة حرارية أقل في الغذاء وجبة الغداء ممن تناولوا الحبوب. ليش؟ أنا مثل ما قلنا البيض يعطي إحساس بالشبع لفترة أطول، بالتالي يساعدهم أن يأكلون أقل. وأفاد أيضا أشخاص الذين يتناولون نسبة عالية من البروتين، نفس البروتين الموجود في البيض، شعروا بجوع أقل بعد 4 ساعات من الوجبة مقارنة بالشعور بالجوع عند تناول الإفطار القائم في الغالب على الكربوهيدرات. شو الإفطار القائم على الكربوهيدرات؟ بالعادة يكون حبوب الإفطار. علاوة ها دائما يشتكون ويحبون يأكلون حلويات وايدة، علاوة عن انخفاض الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بشكل كبير بعد تناول وجبة غنية بالبروتين. يعني يا جماعة تناول الإفطار نفسه، وترى في وايد دراسات سووها، الناس اللي تحاول تفقد وزنها وهي تلغي وجبة الإفطار يفقدون الوزن بشكل أصعب من الناس اللي تحاول تفقد وزنها مع تناول وجبة الإفطار. وترى كل النظم الغذائية شو تقول؟ يجب تناول 3 وجبات غذائية. ما في نظام غذائي يقول لك احذف وجبة الفطور، وبالعادة الوجبات الأنظمة الغذائية تبتدي بشو؟ فطور كبير وعشاء خفيف. فالناس اللي للآن تحس ان وجبة الفطور مش مهمة، حتى مو شرط يكون وزنك زايد او اي مشكلة عندك صحية، لكن جرب تدخل الريوق في نظامك اليوم بتلاحظ في فرق كبير. انزين بعدين الدراسة شو تقول؟ تقول ايضا مو بس البيض مهم، الزبادي اليوناني الجريك يوغرت اللي كلنا نعرفه، يقولون انه مصدر ممتاز للبروتين والكالسيوم وفوائده معروفه لصحه الامعاء، ولكن ينبغي مراعاه الا تكون العناصر المضافه الى الزبادي اليوناني منخفضه في فوائده الغذائيه او عاليه في السعرات الحراريه. يعني مثلا ناخذ زبادي يوناني ونحط عليه جرانولا وايد وشوكليت ونترسه فراوله، يكون الفراوله اكثر من الزبادي اليوناني. فشفتوا يعني والفطور بشكل عام ترى هناك خيارات كثيرة للفطور، لكن احنا دائما نتكلم عن الأشياء السريعة، لأن يعني أدري الناس دائما مستعيلة وتبغى شيء سريع. خذوا زبادي يوناني مع جرانولا، خذوا بيض، وأهم شيء نعود عيالنا دائما على أهمية وجبة الفطور. وايد سولفت عليكم اليوم حتى صوتي راح. فهذه كانت اليوم الأشياء المهمة اللي غطيناها لكم في برنامج صحة وسعادة. ورد نذكر الجميع أهمية تطعيم الإنفلونزا، أذكر نفسي قبل ما أذكركم كلنا يجب أن نأخذ تطعيم الإنفلونزا يا جماعة، لأن موسم الإنفلونزا موجود يعني يبتدي من نهاية شهر 9 إلى شهر 12 وشهر 1. خذوا تطعيم الإنفلونزا لصحة أفضل لكم ولعيالكم. كبار السن احيانا الطبيب مو احيانا في يعني الطبيب ينصحكم بتناول باخذ تطعيم المكورات الرئويه او النيوموكوكال فاكسين مثل ما يسمونه، لبعض الاشخاص خصوصا لو كبير في السن وعنده سكر او غيره، فاحرصوا على على اخذ التطعيم حسب ارشادات الطبيب، لا تسوون ديسكاونت في التطعيم. خدت السنه اللي طافت خدت تطعيم كوفيد، خدت تطعيم الانفلونزا، ما بدي اخذ التطعيم الثالث، يجب ان تحافظوا على جدول التطعيم. احنا وصلنا لختام برنامجكم برامج صحة وسعادة، كانت معاكم دكتورة ندى الملا على مدى تقريبا ساعة اللي هو ان شاء الله كنا خفاف عليكم. شكرا لك نمر محمد عبدة كان معي في الاخراج، واسراء الهاشمي كانت معي في التنسيق. اذا نلقاكم ان شاء الله انا الاسبوع القادم بالحياة ان شاء الله. اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.